كريستوفر ريف، هذا ممثل أمريكي مثل دور السوبرمان، الإنسان الكامل، الإنسان الذي لا يحتاج إلى أحد، الإنسان صاحب القوة المطلقة، صاحب الجاه المطلق، صاحب الغنى المطلق. كان في تمثيله ينقذ العشرات والمئات من البشر من ورطات وعصابات وسجون ونحوها. في يوم وفي أثناء تدربه على الحصان سقط فدقت رقبته فأصيب بشلل كامل، وظل مقعدا على كرسي متحرك إلى جانبه جهاز تهوية محمول لأنه لم يكن بوسعه التنفس من دون مساعدة. من عام 1995 وقت الحادث وحتى عام 2003، أي لمدة 8 سنوات، بقي الأطباء والمعالجون والمشافي يحاولون أن يعيدوا له الحركة، فتمكنوا بعد 8 سنوات من أن يستعيد حركة أصابع يده اليسار فقط. كتبت بعض الصحف: كريستوفر ريف سوبرمان أنقذ الكثيرين لكنه لم يستطع أن ينقذ نفسه. فاحذر أن تتكل على قوتك، فقد هلك من هو أقوى منك. ملياردير غربي سيطر على تجارة البن والسكر والأسلحة في بلده، كان يقول: لو كنت أمشي في الطريق ووقع مني $1,000,000 فسأتركها ولن أضيع وقتي في التقاطها. يقولون: ذهب مرة إلى مطعم فتعثر أحد الخدم وأسقط عليه كوب ماء، فرفض قبول اعتذاره وطلب من مدير المطعم أن يطرده، وعندما علم لاحقا بأن الخادم لم يطرد اشترى الفندق والمطعم بما فيه انتقاما لطرد الخادم لخطأ غير مقصود. مرت الأيام وخسر أمواله وتجاراته وفقد عقله وصار مشردا في الشوارع لا يذكر شيئا عن نفسه، وأصبح يسكن علبة كرتون. فاحذر أن تتكل على مالك، فقد افتقر من هو أغنى منك.